السلام عليكم أصدقائي حبايبي، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ وياكم مصطفى من ألمانيا. طبعا هاي الحلقة راح أسولفكم بيها على يعني شلون أنتم تصرفون بالبيت ويا أهلكم، يعني إذا الأب هو كان المصدر الوحيد هو اللي يدفع الفلوس للبيت، يعني هو اللي يدفع لكم الكهرباء، المي، هو اللي يجيب المسواق، هو اللي يسوي كل شيء، يعني هو اللي يدفع المسواق مثلا، هو اللي يشتري الطماطم والخيار والبوتيتا، هو اللي يشتري اللحم والسمك وهاي السوالف، هو اللي يدفع الكهرباء والمي للبيت، الاب نفسه هو اللي يدفع الايجار ذاك الايجار، هو اللي يشتري النفط والغاز، المي يدفع فلوس، الكهرباء هو اللي يسوي كل هالسوالف. فانت شنو تسوي؟ يعني اذا كنت انت بنت تتابعيني او كنت انت رجل تتابعني، يعني ابنه او بنته لصاحب القرار اللي هو صاحب البيت اللي يدفع، فانت شنو تسوي حتى تتخلص او حتى تساعد العفو ابوك او اهلك بهاي المرحلة، يعني مرحلة الدفع الفلوس شو تسوي؟ طبعا بالنسبة للمسواق، المسواق تقدر مثلا تساعد ابوك، يعني اذا هو حتى لو ابوك ينطيك مثلا فلوس شهرية او اسبوعية او يومية 1000 2000، فانت تجمعهن، تقدر بهاي الحالة تساعد مثلا اهلك، تجيب لك كيلو كيلو وين مسواق مثلا للبيت كل اسبوع مرة. اذا كنت تشتغل فتقدر مثلا تقول له بابا او تقول لها ماما او البنية، يعني الولد يقول لأبوه، تقول له أنا راح أجيب مثلا تخلي علي المسواق مثلا الخضروات أول أسبوع، مثلا أسبوعين ثلاثة أربعة شهر شهرين، بعدين تقول له مثلا علي صار الخضروات والفواكه، يعني تساعد أهلك. بعدين مثلا وراها بمدة تقول مثلا أنا راح تبقى علي المسواق اللي هو الفواكه والخضروات، تعليك بابا بس اللحم والسمك والدجاج، هاي شغلة. الشغلة الثانية مثلا باللحم والدجاج، يعني مو شرط أني كل يوم أجي أكل لحم، مو شرط كل يوم لحم، يعني إما أنا ما أشتري عن اللحم، أكره اللحم، مرة مرتين ثلاثة ما راح أكله راح أنسى، أو إما أنا أستخدمه بالسبوع مرة، يعني الأب والأم يجيبوا للبيت بالسبوع مرة مثلا للحم، أو مثلا اللحم يجيب يعني الكمية كبيرة، بس شنو يقطعها، يعني تتقطع هاي الكمية، مو إلا يعني تصير لحمة كبيرة بالمرقة أو بالتمن، وإنما قطع يعني عادية تكفي العائلة مثلا. خوش عيني، يعني أنا مو دا أحكي هاي السوالف يعني أقول مثلا هاي بخل أو كذا، وإنما هذا شيء حلو، إحنا بألمانيا هذا مو بخل، هذا اقتصاد، وتشي عايش العالم، يعني أكو ناس عندها مليارات بس مع ذلك عايشة هاي العيشة وتسوي هيك، لأن هذا اقتصاد، هذا اقتصاد، اقتصاد هيك لازم واحد يقتصد. مثلا الدجاج، الدجاج مو شرط أنا أجيب فخذ، أجيب دجاجة أكل لي فخذ كبير أو أكل لي دجاجة كبيرة، أقدر هذا الفخذ مثلا أقطعه نصين راح يكفي مثلا الوجبتين يعني مال شخص، فواحد يصرف بالأكل، يصرف ويشوف شرح الأب وراح يفرح، يعني واحد حتى يروح يقول لأبو، يقول لأبابا هاتشو تشي سوى أحسن، راح يصرف لك مثلا، الأب راح يكيف. مثلا بالكهرباء، الكهرباء تقدر هم تصرف عليها، يعني لأن أبوك ما تدري أنت بالشهر ايش قد يدفع فلوس، ده يدفع فلوس هواي، فأنت تقدر تقول لبابا احنا ايش قد يعني، أو الأبو هو نفسه يقدر مثلا يروح للصالة مال البيت ايش قد بيها قلوبات، يقلل القلوبات ايش قد أكو مثلا بالغرفة، ايش قد أكو بالصالة، كله يقللها، يعني هذا مو بخل بس هذا تصريف، تصريف احسن. يعني انا شو اسوي بالغرفه مالتي او بالمطبخ مالتي او بالصاله عندي 5 6 10 قلوبات، ليش قلوب واحد؟ انت اذا المطبخ او اذا هاي الغرفه اللي انت بيها من الضوايا بيها قلوب، فاني ليش اجيب لها 5 6 احطهم؟ مو هو واحد كافي بده يضوي الغرفه، وخاصه بالعراق عندكم شمس قويه يعني هي كافيه، يعني ليش انا اخلي 5 و10 قلوبات؟ مو هو قلوب واحد كافي؟ او مثلا واحد يخلي هاي السوالف بس شنو يسوي اقتصاد، يعني مع تقليص الغلابات، المكيفات او المبردات او الثلاجه والله مستمره، المكيفات والثلاجات مو 24 ساعه شغاله، يعني اقدر مثلا هاي الثلاجه هاي العفو المبرده او المكيف او السبلت ما شغل، يعني مثلا بالغرفه واحد يشتغل، بالغرفه الثانيه، بالمطبخ، فوق، جوا، كلها تشتغل 5 6، لا نخلي واحد وتتجمع العائلة تقعد بيه، هذا راح يصرف لكم فلوس، يعني بالنسبة للأهل، بالنسبة للأبو اللي يدفع، وبالنسبة للأهل البقية يعني الأولاد والكذا، من راح يسوون هيك الأبو راح يكيف، راح يقوم يدفع أقل ويكيف، وانتو جايكم همات، أو انتو الصحيحين تشوفون الحلقة يمكن برمضان أو جايكم رمضان
عندنا هاي مال كورونا، اكو هواي سوالف تصير، ومو بس عن هذا يعني الابو همه من يجي من يشتغل، يعني حتى الابو اذا ما عنده راتب ما يكفيه هاي مشكله راح تصير. فانا انصحكم بهذا الشيء، يعني هاي الحلقه انا سويتها خاصه لانه اكو ناس دا اشوفها ما عندها، يعني يتداينون يتداين فلوس ويجمع هاي، وهاي الفلوس ما تكفي، يعني بس يداين فلوس يتداين من الناس وعلى مود يعيش اهله. بس شنو الفائده اذا انت تداينت على مود تعيش اهلك، بس انت ورا اسبوع اسبوعين راح تحتاج هاي الفلوس مره ثانيه، هم راح تروح تداين وكذا. فواحد من راح يصرف ويقتصد مثل ما دا اقول لكم، راح يعيش عيشه حلوه وتستمر هاي العيشه. بعدين اذا واحد حصل له شغل زين او هو يمكن يشتغل زين يقدر، اذا واحد مثلا يستلم راتب مليون مليونين بالشهر يقدر ما يسمع هاي اصلا، ما يشوف هذا الدحشه عليه، يعني ما راح يفيده. بينما اذا واحد ما عنده فلوس يعني ما تكفيه العيشه، فيسوي القتله عليه، او الاولاد والبنات مثلا يسوون، يقولون الاهالي يوم هيك يشوف ايش راح يستفادون. الولد مثلا اذا قاعد يريد يروح يشتغل، اكو هواي شغل، واحد يقدر يشتغل تاكسي، واحد يقدر يشتغل بشركات مثلا مال 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 سفريات، واحد يقدر يشتغل هواي مطاعم، يروح يساعد اهله يطي شويه فلوس بالشهر لبابا وماما حتى العيشه تستمر. يعني وايد اشوف رسائل يعني مو حلوه، يعني ناس محتاجه وكذا، ما تعرف شلون تعيش، ما تعرف شلون تصرف، هاي السوالف. يعني هذا كل شيء مهم، مثلا بالكهرباء اكو وايد عوائل اعرفها البيت مالتهم مليان مليان كهربات، على شنو هاي الكهربات، على شو اسوي بيها، او صرف المي او غسل المواعين مثلا بالمي الحار. انا ليش لازم اغسل المواعين بالمي الحار، يعني شنو الفائده منها، هذا سخان راح يصرف فلوس، فأنا ليش استخدمه، خب ما استخدمه عوف، يعني إلا بالماي الحار بالماي البارد، الماي البارد قابل شبيش راح يسوي، يعني شو ماي بارد وحلو ما بيشي واحد يغسل بيه، يعني إلا ماي حار. وبالنسبة للحم والدجاج وهاي السوالف، فأنا ما قلت لك يعني لا تأكل، بس شنو أكل، بس ما يحتاج تجيب لك دجاجة كاملة كبيرة أو تجيب لك لحماية كبرها، يعني كافي تحط لك قطعة صغيرة من دجاجة أو لحماية. هي المهم مو أنت لازم تأكل لحم ودجاج وكذا وحتى ناس تشوفني، لا أنت بس طعمها وهي طعم المرقة، وأهم شيء تحط الشغلات اللي بالمرقة مثل باذنجان خضروات وسوالف، مو شرط تحط الدجاج واللحم. هسه تقول لي تعال إذا سويت هيجي الجيران راح تجي او اصدقائي او الناس راح تضحك عليه، تقول لها ليش انت مسوي، يعني انت بخيل، مو بخيل، هاي لازم تعلمه وتعلمه ايش يسوي حتى اقتصاد، هذا واحد يقتصد من الثاني، واحد يعلم الثاني. لعد احنا شلون عايشين هنا بالمانيا، احنا عايشين هيك بالمانيا، واحد يعلم الثاني الاقتصاد، تعال شوف هنا شلون ندفع ضرائب وندفع، والمانيا تصير تخبل بالشوارع الحلوه والمدارس والجامعات، هاي الحديقه ايش كبر اللي قاعد بيها، الحياة تتخبل. ليش؟ لأن الناس اقتصاديين وعايشين هاي العيشة الحلوة. يعني شقد اكو ناس الثاني بالمانيا اعرفهم عندهم فلوس هواية بس هم مقتصدين هاي الاقتصادية، انا دا اسويها يعني هذا الاقتصاد، انا ما اسوي مثل هذا دا اقول لكم عليه، لان انا عايش وحدي بالمانيا وطالب، فدا اصرف اكثر شوية، بس اقول لكم لان اكو هواي ناس كتبولي وازعجوني يعني بهالشيء، انزعجت يعني ليش ما اسوي هيك، ثاني ليش انا اروح انا اصرف لي بالشهر 500 600 الف او اكو ناس حتى يمكن مليون اللي عندهم عائله كبيره، ليش لازم اكل دجاج كبيره يعني على قد الماعون، ليش لازم اكل لازم لحم هواي، ليش لازم مثلا بالغرفه 10 قلوبات، ليش اخلي المي مفتوح واروح وجهي، ليش الا اسبح كل يوم، خب اقدر اسبح كل يومين يعني احسن من يوم، ليش لا انا اغسل المواعين بالمي الحار، يعني ليش هاي اكو ناس طبعوا لانه اللغه مو المانيه، فذول هنا اجانب الالمان مو كلش زينين، اللي يحكي بلغه غريبه يضربوا يعني، فليش انا ايش اسوي. يعني اتمنى هاي الحلقه تعجبكم، انا ما دا اقول لكم صوروا بخيلين حتى الناس تضحك عليكم وكذا، دا اعلمكم شلون تصيروا اقتصاديين، وصدقوني الفقير والما عنده فلوس هاي الحلقة راح تعجبه وراح يفرح من يشوف هاي الحلقة، راح يفرح حتى الأولاد والأب والبنات من يسوون هالشي بهاتهم راح يفرحون حيل، من تروح تقول بابا ليش تجي كلوبات هواي بالصالة، ليش احنا لازم نغسل المواعين بالمي الحار، ليش احنا لازم نغسل بالغسالة كل يوم، خب بالسبوع مرة، خب بالشهر مرة، مو أحسن نجمع الملابس بالشهر مرة، هذا كله فلوس كهرباء ومي، احنا تعالوا شوفوا بالمانيا كله هيج حتى الغاز ولا ما ذلك.
يلا اتمنى تعجبكم الحلقة، ولو هي الحلقة يعني مو كلش راح تعجب الناس انا متأكد، بس اتمنى. تحياتي لكم، بوساتي، كان معكم مصطفى من العراق بس ساكن بالمانيا، مع السلامة.